احنا نناشد الحكومه تسوي لنا حل، خلي تسوي لنا حل. هاي هسه انت تقبل بهاي الحاله؟ هاي الحاله تقبل بها؟ يقبل بها ابن المسؤول؟ ابن المسؤول يرضى هيك مطفح بالمي؟ ما يقبل. بس احنا من ضمننا، ما حد لنا. الدوله لا اعطت مساعدات، اعطت خيمه واحده تنصب لك خيمه وعندك 10 جهال، ايش فيهم؟ ماكو مثلا مواد غذائيه، ماكو دعم للدوله، ماكو مسؤول اللي يطالب ويدعم الناس الفقره اللي غطت وتهجرت بورا الشارع. قال لنا اربع بيوت هسه ما اخوي دروحوا موجوده اخوي دروحوا روحوا سيد الشامس اروح كلهم لجنه وبالهجره القاعد. لم تكن استجابه سريعه من قبل الحكومه الاتحاديه ووزاره الموارد والدوائر السانده، حيث قله الاليات من الحفارات، كذلك عدم وجود خيام.